بعدين؟ اه ان شاء الله شفتي شكلي شلون بالفطار. ليه؟ والله يا عمي القلب غالي. طيب انت يا زلمه اللي بيعمل معروف لازم يكمله. ما فهمت عليه. يعني لو جايب لك قنينة تعطر مع الطقم كمان. شبك تونترت يا زلمه؟ شبك عشرة عمر انا وياك؟ لازم من حالك تجيب لي قنينة العطر. ايه امرك لا تواخذنا. قد ايش صار الساعة هلا تقريبا؟ شي أربعة أربعة ونص. ايه أربعة ونص؟ ايه تأخرت كثير أنا يا سلام. روح على بدل رجعة. يا بابا تليفون اللي مو هون. بابا بيقول لك هو مانو هون. لا 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 لا. عود عود عود. انبسط هي صرت ببيتها كلها. فاتن حبيبتي مليلة. نعم. هاي جبت لك الكبش ليك وهون قدامك على الطاولة. لك الله يكسر دياتك على هالجيبة. ان شاء الله بدي خطوكي بنص لعيبه. لك طيب شو ساوي لعبني علي؟ شو عم تقول؟ اه لا ما قلت شيء ما قلت شيء بس يعني شو ليش عم تحكي معي بهالطريقه؟ شو هي هيك؟ لاني قلت لك بدي كبش كبش مو قرقور، بدي وزعه ندر مو عمل عليه طبخه ملوخيه. طبي بالله احمدك شو بك؟ بالله كمان احنا انا وابجانتي فتل مخنا لحتى لقينا نبعنا قرقور لحتى لقينا، يعني هذا اللي مو عاجبك حقه 7200 ليره، حاطط انا من جيبتي 200 ليره. ولك هذا اذا بدي اذبحه لكم عائله بدي وزعه؟ اه لعائلتين؟ وين؟ شو هيك؟ ولك مالي غير اذبحك فوقه، هيك هيك مالك نفعان لشيء. ولي ما أصني حصار كم بس اليوم؟ كاسة شاي وكعكة. شو ابو جانتي بيهربوا رجليك بينبق راسك؟ شو كل يوم والتاني عنا؟ لا تحيوان جابر علي، انا مو ناقصني حيوان اليوم. ها يلا انتتر مثل الباكيت الفاضي نظف السياره. وليش مو جايب الكركوبه معك؟ كنا بنتسلى. اوهو علينا، اتركوا لهالدرويش بحاله، على باب الله هذا الزلمه، بعدين بحكي لك قصته. يلا والله اللي بيشفع لك اني بحبك. نظفها منيح من جوا. اف البوكاينه بالطبل. لك انا خمه انا كركمه انا مجاري. خلصنا بقى جابر، خلينا نروح نتسبب يلا. بس لجيب الدعسات نعيمه. الله ينعم عليك.